الصوره يعني رجعت اهي كده الصوره يا جماعه خلاص يبقى ان شاء الله ده طب اللايف ما فيهوش اعاده ولا في اعاده يا جماعه يعني قولوا لنا احنا لابسين ابيض كده لو نقدر ناخد اعاده للهدف يبقى كويس ولو نقدر نكمل باللايف ومعانا زميلنا حاتم بطيشه ده تقريبا ده الهدف يا جماعه قدام حضراتكم اهو دي كاميراتنا احنا يا جماعه اللي موجوده كره عرضيه كالعاده ما وسط الاثنين السردباكات كره كالعاده يعني هي نفس اللعبه عرضيه كم واحد ابيض يا كابتن ما شاء الله بس راجل بلا رقابه وهدف داسون اللي جابه ولا ايه لا لا يعني وده اتكلم عليه الدكتور طه على فكره ان هم بيلعبوا على طب ما نخلي حاتم بقى بطيشه معانا مش كده طيب يبقى نذهب سريعا الى زميل حاتم بطيشه اعزائي المشاهدين واحداث الشوط الاول من مباراه مصر وكوريا اليك يا حاتم